نبدأ رادار الأخبار من التطورات على الحدود اللبنانية التي تشهد تصعيدا متواصلا، حيث أكد حزب الله مقتل 3 من عناصره في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الحلة جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ غارات على موقعين تابعين لحزب الله في حلة وكفر كلا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه ضرب البنية التحتية والهيكل العسكري لحزب الله في منطقتي طيبة ورب 30 جنوبي لبنان في غارات ليلية لسلاح الجو الإسرائيلي. أما في إسرائيل فشدد وزير المالية بتسلال سموتريتش على أنه لا مفر من حرب وصفها بالصعبة والسريعة مع حزب الله، كما اتهم إيران بأن لديها خطة لتدمير إسرائيل بضربات صاروخية ومن جبهات متعددة. النظام الإيراني لديه خطة لتدمير دولة إسرائيل، وهي تعتمد على إطلاق نار ضخم بعشرات آلاف من الصواريخ نحو جميع أنحاء البلاد من أماكن عديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط من عدة ساحات بما في ذلك الساحات الداخلية. لا مفر من حرب حادة وسريعة لإخراج حزب الله من اللعبة وحرمانه من القدرة على أن يكون جزءا منها في السنوات المقبلة. الحرب في لبنان ستكلفنا ثمنا ولا أستخف بذلك، لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه في المستقبل ما لم نتحرك. للمزيد من المعلومات والتفاصيل من مرجع عيون بجنوب لبنان ينضم إلينا مفدنا عماد الأطرش، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاي نيوز عربية نضال كنعنة. أبدأ معك عماد، دعنا في صورة التطورات الميدانية، الغارات الليلية بالأمس على بلدات بالجنوب وحتى ما كان من اختراق لجدار الصوت أثار ربما حتى فزع في كل البقاع، ما هي أبرز المشاهدات وما تم رصده خلال الساعات الماضية في هذه الجبهة؟ نعم تسابيح، قبل قليل رد حزب الله على سقوط 3 من مقاتلي صباح هذا اليوم باستهداف للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في بلدة حولة التي قصفت منزلا وسقط فيه 3 من مقاتلي حزب الله، رد بقصف بصاروخ فلق لمقر قيادة كتيبة الساحل في ثكنة بيت هيلل القريبة من هنا ولكنها في الداخل الإسرائيلي بطبيعة الحال، بالإضافة إلى استهدافها أيضا مقر قيادة الفرقة الجليل فرقة 91 وهي ثكنة بيرانيت التي تبعد نحو 900 متر عن الحدود اللبنانية، غير أن طبعا هذه يعني قيادة المنطقة الشمالية استحدثت مقرا آخر لقيادة فرقة الجليل 91 ولكن حزب الله استهدف هذه الثكنة ثكنة بيرانيت بصاروخ بركان. قبل ذلك كان استهدف تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة يرؤون الإسرائيلية وذلك ردا على ما استهدفته المدفعية الإسرائيلية من قصف لبلدة كفر كلا. قبل قليل كان هناك أيضا تبادل للقصف بين حزب الله وإسرائيل، إسرائيل قصفت بلدة كفر كلا بعدد من القذائف المدفعية بالإضافة إلى استهدافها بلدة كفر شوبة في قرى العرقوب، في حين سمعنا إطلاق عدد من الصواريخ من قبل حزب الله لم يصدر حتى الآن سوى هذه البيانات الثلاثة بشأن هجماته اليوم التي طالت المواقع العسكرية الإسرائيلية التي قال فيها بأنها جاءت ردا على مقتل أو على استهداف بلدة حولة صباح هذا اليوم من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بانتظار طبعا تطورات الأحداث الميدانية في حين نستمر في سماع أصوات القذائف هنا من حولنا في المنطقة في منطقة الخيام وجوارها وكفر كلا والعديسي طبعا بانتظار التطورات الميدانية في الساعات القادمة. تسابيح، سنتابع معك ما سترصده على هذه الجبهة في الساعات القادمة. نضال، سموتريتش يقول نحتاج إلى حرب سريعة وقد تكون صعبة مع حزب الله في لبنان، التظاهرات البارحة عمت تل أبيب اعتراضا على سياسات نتنياهو ومجلس الحرب في هذه المرحلة، ونتنياهو يقول سنمضي في حربنا حتى نحقق أهدافنا. دعنا في صورة أبرز ما كان حتى من تفاعل وانعكاس لكل هذه المواقف في الداخل الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
نعم تسابيح، يعني أولا فيما يتعلق بتصريح الجنرال سموتريتش الذي لم يخدم في الجيش الإسرائيلي، لكن الآن الجميع في إسرائيل جنرالات وباتوا يدلون بدلوهم في القضايا الأمنية الاستراتيجية الكبرى، لأن الأمن الآن هو ربما الشيء المفقود في إسرائيل، فالجميع يريد أن يكون مسؤولا وذي علاقة بالأمن من قريب أو من بعيد. يعني كمثال اليوم الحكومة الإسرائيلية قررت تغيير اسم وزارة الزراعة الإسرائيلية لتصبح وزارة الزراعة والأمن الغذائي، المهم أن تكون كلمة الأمن فيها. هذا ما يطالب به السياسة في إسرائيل. نعم يعني هذا ما يحدث فعليا. سموتريتش لا علاقة له بالأمن، والآن هو يتحدث عن قضايا كبرى وحرب إقليمية، هو يريد أن ينافس بن غفير على الأصوات، لأن سموتريتش في الأسابيع الأخيرة لم يتعدى نسبة الحسم في استطلاعات الرأي، وبالتالي قال بأن إيران ستهاجم إسرائيل بآلاف الصواريخ، ليصل إلى النقطة المهمة، هو يريد أن يتهم فلسطينيي 48 الذين لديهم كما يقول مئات آلاف قطع السلاح، ويتهم بن غفير المسؤول عن الأمن القومي، هو الآخر أراد تحويل وزارة الشرطة إلى وزارة الأمن القومي في هذه الموضة للأمن طبعا، ويتهمه بأنه لم يستطع جمع هذا السلاح من فلسطينيي 48. هذه القصة، وبالتالي يعني بن سموتريتش يريد كسب ربما بضعة أصوات عبر الحديث عن حرب إقليمية وضرورة الذهاب إلى حرب مع حزب الله، في الوقت الذي تقول فيه إيران بأن السيناريو الذي يتحدث عنه سموتريتش هو يريد أن يمنع هذا السيناريو، لكن إيران تقولها صراحة والأمريكان يقولون هذا، والتقديرات في إسرائيل بأنه إذا شن حرب على حزب الله فإن السيناريو الذي يتحدث عنه سيعجل به، سيحدث قريبا. هل هذا ما يريده سموتريتش؟ لكن كما أقول يعني هذه تصريحات ربما صبيان السياسة في إسرائيل في قضايا الأمن الكبرى، في هذا الإطار يمكن قراءة تصريحات سموتريتش ولا يؤثر على اتخاذ القرار في إسرائيل، خاصة في مثل هذه القضايا الكبرى. بالنسبة له يمكنه الحديث عن البؤر الاستيطانية، هذا ما يهمه وهذا ما يعمل عليه، لكن عموما تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة هذا هو المفتاح، إذا ما تم التوصل إلى حل في غزة ويبدو أن الجميع يدفع بهذا الاتجاه يمكن تهدئة الأوضاع على الحدود الشمالية. من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاي نيوز عربية الزميل نضال كنعنة، ومن مرج عيون بجنوب لبنان مفادنا إلى هناك الزميل عماد الأطرش، شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات.